معاه اي فلاح في مشكلته واجيب حقه من المسؤول، لان المسؤول يعني هو دي طبيعة عمله، لكن اكون موضوعي. ما عممش، لو سمحت ما انا عممش، قول لي انا مشكلتي. رحت للجمعية الزراعية ما لقيتش الأسمدة، رحت أسأل على نوع من التقاوي ما لقيتوش موجود، رحت علشان أقابل وكيل وزارة الري ما عرفتش عشان المايه مش موجوده عندنا. انا معاك اساعدك، انما ان احنا نعمم غياب تام للخدمات، ايه علاقه ان انت تقول لي الارض بمليارات واصل الجرارات؟ نحدد احنا عايزين ايه عشان نشتغل، احنا ما عندناش وقت للمهاترات. المهاترات مرهقه جدا ليكم ولينا. معايا الدكتور موسى، معانا مين؟ معايا الاستاذ الدكتور موسى سليمان، مدير مديريه الطب البيطري بمحافظه الفيوم. برحب بحضرتك يا دكتور. اهلا اهلا استاذ احمد، احنا يعني متشكرين جدا على تواصل حضرتك معانا. كبير تحت امرك وامر البرنامج وكتر خيرك والله، يعني مجهود يعني تشكروا عليه. لا لا بالعكس، ما يعني مجهودكم انتم فعلا لا يقارن. هذكر المشاهدين كان في مشكله جت لنا من القريه الثانيه على الحاج نبيل. هي القريه الثانيه في سموسطة، مركز يوسف الصديق. في يوسف الصديق صح؟ وبعد ما حضرتك كلمته عشان اللجنه تجيله، هو قال ان مش فاضي وبلاش بكره وخليها يوم الاربعاء. راحوا امبارح الحمد لله، وكل اصطف الدكاتره وعملوا مسح شامل اللي عنده، وكل القريه والقرى اللي حواليه، كام حاله بسيطه جدا لبعض الحالات للجدري، او حاجه دلوقتي انت عارفه منتشر برضه على برضه. انا ليه هنا بعد اذنك يعني رايي برضه لازم اقوله، انا قلته طبعا وبلغته للهيئه. طبعا حضرتك عارف انك كنت مدير الوقايه قبل كده. طبعا احنا بنهتم بالحمى القلعيه وحملات مكثفه بال 40 و 50 يوم. لازم ما نهملش بقيه الامراض الثانيه. ايوه. ليه بقى؟ كل الدكاتره والعمال مكثفين لمده 50 55 يوم في الحمى القلعيه. ايوه. يطلعوا بعد كده مجهدين. تلاقي الفتره بسيطه ما بين الحمله والحمله ما لحقش احصن بقيه. الله ينور عليك، فدي مهمه جدا جدا لازم برضه نهتم بيها، وانا بلغت على فكره تو محمد عطيه. طب الحل ايه؟ انت بتتكلم حضرتك على الجلد العقدي. تمام الله ينور. انا من خلال مناقشاتي، طبعا انا مش طبيب بيطري، بس عرفت ان هو ليه معاد معين في السنه علشان يتحصن، صح ولا المعلومه دي خطا؟ عادي، ما هو المفروض يتحصن طبعا في الربيع وانتشار الناموس وحضر حضرتك، بس هو المفروض كل 9 أشهر يتحصن وما نهملهوش. لكن احنا الحمد لله كان كل تركيزنا على الحمى القلعيه ونجحنا فيها، بس بقول لحضرتك ان الحمله بساعات يمكن الاخرانيه دي قعدت مثلا 50 يوم، الدكاتره بالعمال بيحصل لهم زي شبه فتيك. طب نعمل يعني ايه؟ تعملوا ايه؟ محتاجين ايه يا دكتور علشان نخلي الحمله برضه بعد كده ان شاء الله تكون محدده مثلا مده شهر، وخدها لحضرتك الناس تاخد برضه شيء من الراحه، نفس العمال ونفس الدكاتره لازم مطالب بيهم انه يحص جلد العقدي في الماشيه وخدها لحضرتك، والجدري اللي موجود في الاغنام، فنفس الدكاتره في العمال. ايه بس طبعا هو كان في تركيز شويه على الحمله، وده نقطه مهمه. حكى في الحمى القلعيه كانت مشاكل جامده جدا، بس الحمد لله يعني حصل محاصره ليها على مستوى الجمهوريه الحمد لله. وده لا انتوا ما شاء الله بصراحه يا دكتور انتوا ابطال، لان انا لسه كنت بقول الموسم الشتوي عدى الحمد لله بسلام، الاصابات لا تذكر، فده نجاح لاول مره نسمع. احنا بقالنا سنين في رعب في الموسم الشتوي من الحمى القلعيه، رعب عند المربي وعند الدوله، فانت الموسم الشتوي عدى بسلام. يعني الحاج نبيل الوضع عنده كان فعلا في بعض المشاكل مرتبطه بالجلد العقدي. حضرتك برضه للامانه هو كان حاله عنده الصبح جابته، معلش يعني طبيب خاص، على الظهر راح جاب لها عامل، على العصر جاب لها واحد ثالث، فعدى العجل 3 علاجات في وقت واحد. دي مشكله. وانا مدير الاداره بلغني وقال لي ان هو حصل معاه التواصل، وقال لي انت عملته ده غلط، وساب له رقم وقال له. بس انا برضه عشان نبقى صادقين مع حضرتك، المسافات في الصوتين بعيده جدا جدا جدا، دي الطبيعه بتاعت المركز كده حضرتك. يوسف الصديق بين القريه والقريه، بين الوحده والوحده 20 25 30 كيلو واكثر، فدي صعبه جدا. فانا برضه قلت لهم بقدر الامكان شوفوا لنا ولو اوضه وهقبل حضرتك، والطبيب يجي لكم يوم من في الاسبوع او يومين، ويبقى تحت امركم في اي وقت، ويسيب رقم التليفون زي ما عملنا برضه في سيدنا موسى والخضر. كان في مركز هناك واخدناه تبع الوحده المحليه، ترى منى محرز مشكورا راحت هناك وطلبوا منها، وكان في برضه زي اوضه كده واخدناها بالزناقه، والدكتور هناك. اي نعم الثوره الحوليه مش كتيره، بس برضه عشان نتابع والتحصينات وكل الكلام ده. تمام، ويعني انا بشكرك على المجهود ده. لا ازاي، ان شاء الله تحت امرك. وعلى فكره انا بحاجي حضرتك في التواصل، ليه؟ احنا بنكمل بعض.
لا ده احنا لينا الشرف ان احنا بنحاول يعني نساعد. لا انا مش يعني حضرتك ذكرت يوسف الصديق، يوسف الصديق ده مركز في الفيوم، فانا عارف ان انت عندك اكتر من مركز، والطبيب البيطري اللي بيشتغل مع حضرتك مسؤول ان هو ينزل ويفهم كل واحد ويتكلم معاه ويناقشه ويقول له ما تخافش، ده اللقاح اللي معايا او التحصين اللي معايا ده مطابق للمواصفات، اصل انت كنت بتقلق زمان، اصل انا هغير لك السن. ده مجهود كبير جدا، هو مش حكايه ان الراجل ده واخد الكولمان او التحصينات بتاعته في تلج ورايح، لا ده هو واللي بيخبي الحيوانات عشان قلقان على حاجته. فانتوا بتقوموا بشغل يعني ربنا يعينكم عليه. بشكرك وان شاء الله هنتابع معاك برضو ما يتم في الحمله القادمه. دكتور موسى سليمان مدير مديريه الطب البيطري ومحافظه الفيوم. فاصل سريع نستكمل بعده الزراعيه مباشره. برعايه